أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الأول الإعدادي، النهارده بإذن الله هنقدم لكم مراجعة عامة على مادة الهندسة، وأتمنى إن هي تحوز فيها. السؤال الأول: أكمل ما يلي، إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن، أيوه؟ أنا سامع حد بيتكلم، فإن أول واحدة كل زاويتين متبادلتين متساويتين في القطر. الثانية مين يجاوب؟ أيوة، كل زاويتين متناظرتين متساويتين في القطر. رقم ثلاثة: كل زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين. يعني ايه متكاملتين؟ يعني مجموع قياسهما 180 درجة. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فان كل زاويتين متبادلتين متساويتان في القياس، كل زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس، كل زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين. نقطة ب: المستقيمان الموازيان لثالث. المستقيمان الموازيان لثالث، انا عندي ثلاث مستقيمات، لام واحد ولام اثنين ولام ثلاثة. لام واحد بيوازي لام ثلاثة، ولام اثنين بيوازي لام ثلاثة، يبقى بالتالي لام واحد هيوازي لام اثنين. يبقى المستقيمان الموازيان لثالث متوازيان. المستقيمان العموديان على ثالث، انا عندي ثلاث مستقيمات، لام واحد ولام اثنين ولام ثلاثة. لام واحد عمود على لام ثلاثة، ولام اثنين عمود على لام ثلاثة. استنتج ايه هنا في الحالة دي؟ استنتج انهم ان المستقيمان منهم متوازيان. يبقى هنا المستقيمان الموازيان لثالث منهم متوازيان. طيب بعد كده المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين. المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين يكون عموديا على الاخر. انا عندي مستقيمين متوازيين وفي مستقيم عمودي على واحد فيهم، هيبقى عمودي على التاني. ازاي؟ لما اقول انا عندي لام واحد ولام اثنين ولام ثلاثه، وبعدين عندي لام واحد عمودي على لام اثنين، خلاص، ولام اثنين بيوازي لام ثلاثه، يبقى في الحالة دي لام واحد هيبقى عمودي على لام ثلاثة. إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية وكانت أجزاء القاطع المحصورة بينهما متساوية في الطول، فإن الأجزاء المحصورة بينها لأي قاطع آخر تكون متساوية في الطول. عندي اللي هو الأكمل اللي موجودة دي بإذن الله هتنتظروا ان التمارين مطبقه عليه. يعني ازاي؟ اللي كان معانا وفهم الاكمل اللي فاتت دي هيستطيع ان هو يحل التمارين اللي موجوده معانا. الزاويه التي قياسها 60 درجه تتممها زاويه كامل، احنا عارفين ان كل زاويتين متكاملتان مجموع قياسهما 90 درجه، والزاويتان متكاملتان مجموع قياسهما 180 درجه. يبقى بالتالي الزاويه اللي قياسها 60 اللي هتتمم هتبقى كام؟ ايوه، هنعمل ايه؟ هنطرح 90 ناقص 60 تطلع كام بقى في الحاله ديت؟ اهي هتطلع تكملها زاويه قياسها كام؟ في الحاله ديت هنقول زاويه قياسها 120 درجه. يبقى هنقول ان في الحاله ديت ان الزاويه اللي هي 60 درجه بتتممها زاويه 30 درجه، والزاويه اللي هي 60 درجه بتكملها زاويه كام؟ في الحاله ديت بتكملها زاوية 120 درجة. طيب بعد كده إذا كان قياس زاوية أ ب ج 110 درجة، يعني أنا عندي زاوية أ ب ج كام؟ 110 درجة. يبقى قياس زاوية أ ب ج المنعكسة هتساوي كام؟ المفروض إن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة بتساوي 360 درجة. يبقى الزاوية المنعكسة هقول يبقى 360 ناقص 110 يبقى هتساوي 250 درجه. الجمله اللي بعد كده بتقول، ودي جمله مهمه جدا وخلي بالكم منها، الجمله بتقول المنصفان لزاويتين متجاورتين متكاملتين يكون ايه؟ انا عندي زاويتين متجاورتين متكاملتين،
يبقى المفروض ان مجموع قياسهم كام؟ 180 درجه. طيب انا وصفت الاولانيه خدت نصها وخدت نص الثانيه، يبقى نصين هيطلعوا لي كام؟ 90 درجه، وبالتالي يبقى المنصتان مالهم؟ متعامدين. الجمله اللي بعد كده بتقول اي اذا كان قياس زاويه ا ب ج، اذا كان زاويه ا ب ج وزاويه ا ب ج متكاملتين. لو انت راسم الزاويه قدامك وترسمها معايا وانا بتكلم، دول زاويتين متجاورتين، زاويتين ايه؟ متجاورتين. والزاويه الاولانيه اسمها ا ب ج، والزاويه الثانيه اسمها ايه؟ ا ب ج. هتلاحظ ان الضلع المشترك عندي هو الشعاع ب ج، تمام؟ يبقى عندي في ضلعين في جهتين مختلفتين، اللي هم ايه بقى؟ عندي اذا كان زاويه ا ب ج وزاويه ه ب ج مالهم؟ متكاملتان ومتجاورتان، فان الضلعان او الضلعين ب ا تمام، والضلع الثاني اللي هو هيبقى شوفها مع بعض اهوت ب ه هيبقى على استقامه. انا عايزك تركز قوي في الجمله دي، الجمله دي مهمه ومفيده، واللي هو هيفهمها هيبقى فاهم رياضيات فعلا كويس. بقول انا عندي زاويتين متجاورتين ومتكاملتين، خلاص؟ في عندك نتيجه بتقول ان الزاويتين متجاورتين ومتكاملتان ضلعيهما المتطرفان على استقامه واحده. طب فين الضلع المشترك عندي في الحاله دي؟ اللي هو الشعاع ب ج. يبقى في الضلعين المتطرفان هيبقى د ا هقرا من عند الزاويه، والتاني هيبقى ب ه. السؤال اللي بعد كده بيقول اذا كانت زاويه س ص ع وزاويه ه ص ع متتامتان. متتامتان يعني مجموع قياسهم كام؟ ايوه، حد يقول لي؟ ايوه تمام، 90 درجه. الاثنين 90 درجه. طيب وقياس زاويه س ص ع ثلثين قياس زاويه ه ص ع، يبقى في الحاله دي الاجزاء بتاعتهم كام؟ لو افترضنا للاولانيه ده عشان احنا كبرنا شويه، بدل ما نقول جزئين وثلاث اجزاء، 2 س والثانيه 3 س، يبقى انا عندي 5 س. لما هقسم ال 90 على 5 هيطلع لي كام هنا؟ هيطلع لي 18. لما بنقسم ال 90 علشان هم متتمتين هيطلع 18. طيب 18 الزاويه دي الكبيره بقى اللي هي ص ع، هضرب 3 في 18 بكام؟ ايوه ها؟ ب 54. يبقى عندي هنا هتطلع الزاويه دي كام يا جماعه؟ 54 درجه. السؤال اللي بعد كده بيقول احنا عارفين كلنا ان مجموع قياسات الزوايا المتجمعه حول نقطه كام؟ ايوه تمام، 360 درجه. ومجموع قياسات زوايا المثلث كام؟ 180 درجه. يبقى لما اقول مجموع قياسات الزوايا المتجمعه حول نقطه هيساوي ضعف مجموع قياسات زوايا المثلث، تمام؟ الجمله اللي بعد كده اسيبكم بقى تقروها كده معايا. يتطابق المثلثان القائمه الزاويه او قائمه الزاويه. حد يقول لي بقى حالات تطابق المثلثات؟ انا عندي اربع حالات لتطابق المثلثات، تمام؟ الحاله الاولى بتقول يتطابق المثلثان اذا تطابق ضلعان والزاويه المحصوره بينهما في احد المثلثين مع ظاهره في المثلث الاخر. الحاله الثانيه بتقول يتطابق المثلثان اذا تطابق ضلع، تمام؟ او زاويتين والضلع المرسوم بين راسين. ما في ناس بتقول زاويتين والضلع الوصل بين راسين، ما فيش مشكله خالص، في احد المثلثين مع ظاهره في المثلث الاخر. الحاله الثالثه بتقول يتطابق المثلثان اذا تطابق كل ضلع في احد المثلثين مع ظاهره في المثلث الاخر. سمعت واحد بيقول لي قبل ما اقول الحاله الرابعه ينفع يا مستر اقول يتطابق المثلثان اذا تطابق كل زاويه؟ اقول له لا، ما ينفعش كل زاويه، بس ينفع كل ضلع. طيب هنا بقى الحاله بتاعتنا اللي هي الرابعه هتقول ايه؟ هنا يتطابق المثلثان القائمه الزاويه او قائمه الزاويه اذا تطابق الوتر واحد ضلعي القائمه في احد المثلثين مع نظائرهما في المثلث الاخر. سمعت واحد بيقول لي ده دول شرطين بس يا مستر، انت قلت ايه؟ لابد، يعني قبل كده قلنا ان عشان يتطابق المثلثين لابد من توافر ثلاث عناصر في المثلث الاول مع توافر ثلاث عناصر المثلث الثاني، بس بشروط، مش اي ثلاث عناصر، تمام؟ فانت دلوقتي بتقول لي عنصرين اثنين بس، احد ضلعي القائمه مع نظائرها في، يعني عندي زاويه قائمه وعندي ايه؟ ضلع، تمام؟
يبقى هينفع في الحاله ديت ان هم تطابقوا؟ اقول لك ينفع، عشان احنا قلنا الوتر واحد الايه القائمه، والشرط الثالث هو الزاويه القائمه. بس ده بقى بيختلف عن اصبح عندي الوتر ضلعين وايه؟ وزاويه، بس الزاويه مش محصوره بينهم، وده اللي بيختلف. في الحاله الاولانيه قلنا ضلعان والزاويه المحصوره بينهم، هنا الزاويه مش محصوره بينهم، بس بالرغم من كده ان هم مالوا هتطابقوا، عشان ما ادخلكش في تفاصيل ثانيه. نشوف اللي بعد. تمرين، اقرا معايا التمرين كويس قوي. بيقول في الشكل المقابل عندك شكل مرسوم تحت اهو، ا ه الشعاع ا ه يوازي القطعه ب ج. انا ما حطيتلكش علامه التوازي على ا ه ولا على ب ج، ليه؟ انا عايزك تشوفها بنفسك، مش لازم في الامتحان يحط لك علامه التوازي، هو عايزك تشوف هتعرف تقرا ولا لا. هل انت هتعرف تقرا وهتعرف تعرف التوازي فين ولا لا؟ لان في احيانا بعض الناس يقول يا مستر، اقول له نعم، يقول لي مفيش توازي على ا ه ولا على ب ج، اقول له عادي بس هي مكتوبه في التمرين. يبقى انت لما تيجي تشوف التمرين بتشوف الحاجات المكتوبه والحاجات اللي على الرسم، الاثنين بيكملوا بعض، واحيانا بيبقى هو ما يحطش حاجات على الرسم مقصود ويقصدها عشان انت تعرف ان الشعاع ا ه بيوازي القطعه ب ج. واحد يقول لي طب ما هي ج ب المفروض تبقى في نفسي، اقول له عادي القطعه المستقيمه لو قراتها ب ج او قراتها ج ب ما قلت القطعه ب ج او القطعه ج ب ما بتفرقش، اللي بيفرق معانا هو مين؟ الشعاع. وبعدين قال لي د بتنتمي الى الشعاع ج ا، يعني عندي نقطه اسمها د بتنتمي للشعاع ج ا. طب واحد يقول لي طب هي لازمتها ايه ان د تنتمي للشعاع ج ا؟ اقول له لازمتها ان النقط د و ا و ج على استقامه واحده، عشان لما تيجي تتعامل مع النقطه ا تتعامل على اساس ان الزاويه اللي عندك اللي هي د ا ج 180 درجه، تمام، وعند قياس زاويه د ا ه بتساوي 70 درجه، وقياس زاويه ب 50. انا ما حطيتش د، وانا بالرغم ان انا حطيت زاويه د ا ه بس ما حطيتلكش د، ليه؟ عشان انت تعرف تحددها على الرسم وتقول الزاويه دي هتبقى فين، تمام كده. اوجد مع ذكر السبب قياس زاويه ه ا ب في بعض الحالات، وقياس زاويه د وقياس زاويه ه ا ج. الترتيب ما بيبقاش يعني لو انت هتثبت او هتحل او كده، طالما هو عايز ثلاث حاجات مش لازم بالترتيب، ودي مقصوده يعني ايه، على اساس ان انت لا ممكن تجيب زاويه ب قبل ما تجيب زاويه د، ممكن تجيب زاويه ه ا ب الاخر، ممكن تجيب قياس زاويه ه ا ج الاول، بس ايه المهم ان انت لازم تجيبهم هم الثلاثه وتحل كما يتراءى لك، طالما بتكتب رياضه مظبوطه بتكتب كلام مظبوط يبقى خلاص. اول جمله هنقول ايه؟ بما ان ا ه يوازي ب ج، مستر انت لسه بتاكد وبتقول لازم اقرا القطعه والشعاع، ايوه لازم تقول بما ان القطعه ا ه توازي القطعه ب ج، هي مكتوبه الشعاع، ما هي كل شعاع عليه مجموعه جزئيه من النقط بتسمى قطعه، القطعه تعتبر مجموعه جزئيه من الشعاع، وبالتالي طالما هتخدم عندي في الحل وهقدر اكتب ا ه وهتخدمني في الحل انا ما عنديش مشكله خالص، يبقى عندي بقول ان القطعه ا ه او الشعاع ا ه بيوازي ايه؟ بيوازي الشعاع ب، بيوازي ب ج. طيب وج د و ا ب قاطعان لهما، خلاص ايه اللي هستنتجه بقى؟ هستنتج ان قياس زاويه د ا ه، د ا ه اللي هي دي، هيساوي قياس زاويه د بايه؟ بالتناظر. يبقى معنى كده ان قياس زاويه ج هتساوي كام درجه؟ 70 درجه. هستنتج كمان ان قياس زاويه ه ا ب اهي اللي فيها السهم دي هتساوي قياس زاويه ب بايه؟ بالتبادل، تمام. يبقى دي هتبقى 70 وده هتبقى 50. وبعد كده انا عندي قياس زاويه ه ا ج 180، هقول ه ا ج هقول 180 ناقص 70. واحد يقول لي فعلا هي 180 ناقص 70، انا ممكن اقولها بطريقتين، اقول ايه؟ اقول ان انا عندي زاويه مستقيمه لاني نوهت اليها في الاول، انا قلت ان ده شعاع، خلاص قلت النقطه ده بتنتمي ليه، يبقى معنى كده ان انا عندي زاويه ب ا ج دي زاويه مستقيمه كام درجه؟ 180 درجه، يبقى ممكن اقول ان زاويه ب ا ج هتساوي 180 ناقص 70 يبقى 110 درجه. ممكن واحد تقول لي يا مستر انت تقريبا حاطط السؤال دوت عشان التوازي، اقول له تمام برافو عليك. يبقى انا هنا في الحاله دي عندي زاويتين داخلتان اللي هما زاويه ه ا ج وزاويه ج، دول الاثنين زاويتين داخلتين وفي جهه واحده من القاطع اللي هو عندي القاطع اللي اسمه ج
د اللي هو موجود او شعاع ج الف او شعاع ج د زي ما تسميه، طالما انت حطيت عليها علامه شعاع بقى قاطع. يبقى في الحاله دي الزاويه اللي فيها السهم ديت اللي هي زاويه ايه؟ الف ج، خلاص، وزاويه ج متكاملتان، يعني مجموع قياسهم كام درجه؟ 180 درجه. يبقى في الحاله دي اقدر اجيب زاويه ايه؟ الف ج، اقول 180 ناقص 70 هيساوي 110 درجه. انا سامع واحد بيقول لي يا مستر انا لو حليت بالاول على اساس ان هي زاويه مستقيمه صح، اقول له تمام انت صح برافو عليك، ايه المشكله؟ واحد تاني يقول لي طب انا لو حليت على اساس ان هما زاويتين داخلتين وطلعوا 180 درجه يبقى الكلام بتاعي صح، اقول له تمام برافو عليك، بس انا حطيت التمرين بتاعنا علشان يخدم عمليه التوازي الجمله الاولانيه اللي احنا قلناها، اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فان كل زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس، وكل زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس، وكل زاويتين داخلتين وفي جهه واحده بالقاطع متكاملتين. شوف التمرين اللي بعد كده. التمرين اللي بعد كده بيقول انا عندي ب د تقاطع ا ج، اهو ده ب د اهو تقاطع ا ج بيساوي النقطه م او المجموعه م. مستر انت بتركز دايما على القطعه، القطعه ب د تقاطع القطعه ا ج بيساوي المجموعه م او بنقول عليها النقطه م، وعندي كمان م ب بيساوي ايه؟ م د، وعندي م ا بيساوي م ج. استنى اما اقول لك على حاجه، هو المره دي انا اديتها لك ان م ب بيساوي م د وم ا بيساوي م ج عشان اسهل عليك. هو في الامتحان ممكن يقول لك ايه؟ النقطه م منتصفي ا ج، القطعه ا ج والقطعه ب د، يبقى انت في الحاله ديت فهمت ان هي منتصفي، يعني منتصف ب ج د وفي نفس الوقت منتصف ا ج، يبقى ب م بيساوي م د و ا م بيساوي م. مش عايز حد يتصرف. ليه مش عايز حد يتصرف؟ لان التمرين اللي قدامك ده موجود يجي بست سبع ثمان اشكال، يعني ممكن في تمرين ثاني تلقى ب م هو اللي بيساوي م ج، تلقى الف م هو اللي بيساوي م ب، تقوم انت بقى ايه متسرع وقايل ده المستر كان قالها لنا على في المدرسه او في البرنامج اللي موجود في المدرسه او في الحصه اللي هو اداها لنا كان قال ان ب م بيساوي م د وتشتغل على نفس الطريقه. لا، انت لازم تقرا المعطيات كويس جدا وتشوف المعطيات راكبه على التمرين بتاعك ولا لا. وبقول لك الشكل ده هو انا موجود اهوت، وبقول لك لازم يكون موجود في الامتحان. طب بس هيبقى موجود بالطريقه اللي موجوده قدام دي؟ الله اعلم، ممكن يكون موجود والمعطيات هنا تختلف. نقرا التمرين مع بعض. بيقول لي القطعه ب د تقاطع القطعه ا ج بيساوي المجموعه م، وم ب بيساوي م د، وم ا بيساوي م ج. هل المثلث ا م ب بيطابق المثلث ج د؟ كتير قوي من الاولاد يروحوا يقول نعم، وبيتهيألوا ان هو حل كده و100 100 واخر حلاوه وياخد الدرجه النهائيه. نعم دي عندنا اللي هي بتتقال في الاخر خالص في الرياضه، مش بتتقال في الاول. صح؟ ما اقولكش انت رحت المشوار فلان تقول له نعم رحت، لا، انت لازم تقول لي نعم ليه؟ عشان ايه؟ هم بيطابقوا بعض. بيطابقوا بعض. انا عندي زاويه ا م ب وزاويه د م ج هما متقابلين بالراس. طب ليه متقابلين بالراس؟ عشان هو قال لي في الاول ب د تقاطع ا ج بيساوي م، يبقى دول عندك حاجه بتقول اذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتين متقابلتين بالراس مالهم؟ متساويتين في القياس. تمام؟ يبقى شرط اساسي ان هم يكونوا مستقيمين عشان يتقاطع، او قطعتين او شعاعين على اساس ان هم على استقامه واحده. تمام؟ طب لما يتقاطعوا يبقى انا عندي هنا الزاويه ديت زاويه ا م ب وزاوية ج م د متساويتان في القياس، يعني معنى كده ان قياس زاوية ا م ب هيساوي قياس زاوية ج م د. لاحظ شوف انا بقرا ازاي وانا بقرا التمرين او بقرا المثلث نفسه. قراءتك للمثلث صح هي اللي هتخليك تحل صح، قطعتك للقطعه صح هي اللي هتخليك تحل صح. طيب نشوف هل الاثنين متطابقين؟ ولماذا؟ هنشوف بقى هما متطابقين ليه؟ متطابقين ليه؟ ليه هما متطابقين؟ أول حاجة عندي م ب بيساوي إيه؟ م ب بيساوي م د، صح؟ طيب بعد كده الأول كده قبل ما نكتب التمرين م ب بيساوي م د، وعندي م أ بيساوي م ج، وعندي قياس زاوية أ م ب بتساوي قياس زاوية ج م د، يبقى أنا كده جبت الحالة اللي هي بتقول إيه؟ يتطابق المثلثان إذا تطابقا ضلعان والزاوية المحصورة بينهم. تمام برافو عليك. طب نشوف إحنا كاتبين إيه؟ بيقول لي ب د القطعه ب د تقاطع القطعه ا ج بيساوي المجموعه م. طب دي لازمتها يا مستر؟
هو انت كنت لازم تكتبه؟ اقول لك اه لازم اكتبها، ما هو عطاني في المعطيات علشان اقول ان في زاويتين متقابلتين براس. ما هو الزاويتين المتقابلتين براس ما يتحققوش الا اذا كان عندي ايه؟ مستقيمين متقاطعين او قطعتين متقاطعتين او شراعين متقاطعين. يبقى عندي ب د، القطعه ب د تقاطع القطعه ا ج بيساوي النقطه م، قياس زاويه ا م ب بيساوي قياس زاويه ج م د بالتقابل براس. يبقى اقدر اقول المثلثين، خليك معايا، اللي هم ا م ب و ج م د، وانا هقف هنا شويه عند النقطه دي. ما تلخبطش قراءه المثلثات. ليه؟ لما تقرا المثلث صح هتعرف تبرهن صح. انا ممكن اعرف ابرهن واكتب جمل تخلي الممتحن اللي عندي يديني درجات كويسه جدا، برغم ان انا يكاد اكون مش عارف حل التمرين. ليه؟ لما تيجي تشوف هتبقى الف ميم، او ما اروح عند النقطه اللي قبل الالف اللي هي جيم، يبقى جيم ميم. لما اجي اشوف ال ايه ب ميم، او رايح على النقطه اللي قبل اللي هي دال ميم كده، وبعدين عندي الف ميم بيساوي جيم ميم، وعندي ب ميم بيساوي د ميم، وعندي قياس زاويه ا ميم ب اللي هي الزاويه ديت اهي شايفينها اهيت، هتساوي قياس زاويه ج ميم د، وبالتالي يبقى اتوفر عند الشروط، يبقى المثلث ا ميم ب هيطابق المثلث ج ميم د. وبينتج ايه من التطابق؟ ان زاويه ا وزاويه ج دول في وضع تبادل، شايفينهم اهو؟ اهو. يبقى انا عندي قياس زاويه ا هيساوي قياس زاويه ج، وهما في وضع تبادل. يا ابني ما تبقاش تقول بالتبادل، بالتبادل ديت ناتج، انما انت بتقول ان هما في وضع تبادل. يا عم هما في وضع تبادل، يبقى هما الاثنين مالهم في الحاله ديت؟ متساويين، هما في وضع تبادل، يبقى القطعه ا ب هتوازي القطعه ج د، ولو انا قراتها ب ا هيوازي ج د صح، ولو قراتها ا ب. طيب هنا عرفنا ليه هما متوازيين. نشوف التمرين تاني مع بعض واحده واحده. تاني انا حابب ان انا اقول التمرين تاني. ليه؟ لان التمرين فيه تطابق، فيه تقابل بالراس، فيه توازي، بيعالج لك اكتر من مشكله. في الوقت ازاي حته التقاطع دي بستفيد منها كتير قوي. لما اقول القطعه ب د تقاطع القطعه ا ج بيساوي النقطه م، بستفيد ان ده خط مستقيم وده خط مستقيم، يعني الزاويه اللي عندي م لو قراتها ا م ج 180، لو قراتها ب م د هتبقى 180 درجه. فانا حابب ان انا اقرا التمرين تاني. وبعدين عندي هستفيد كمان ان قياس زاويه ا م ب اللي هي دهيت هتساوي قياس الزاويه دي بالتقابل بالراس، تمام كده؟ طب وهستفيد كمان ايه؟ ان انا لما احب اطبق المثلثين اللي عندي لابد من توافر ثلاث عناصر، ولكن ثلاث عناصر بشروط، مش اي ثلاث عناصر. يعني لما اجي اطبق المثلثين مش اي ثلاث عناصر هطبق بهم المثلثين واكتب ثلاث عناصر وخلاص، لازم اطبق الشرط بتاعهم. ان انا عندي م ب بيساوي م د، وم ا بيساوي م ج، وقياس زاويه ا م ب هيساوي قياس زاويه ج م د. يبقى انا كده قلت الثلاث عناصر بس قلتهم بشروط، بشرط معين، تمام؟ يبقى في الحاله دي هتطابق المثلثين. ارجع بيك كده وشويه ورا واقول لك ايه؟ المثلث بيحتوي على كم عنصر؟ عندي اي مثلث بيحتوي على كم عنصر؟ اه تمام انا سامعك، بتقول لي بيحتوي على ست عناصر، تمام. الست عناصر دول عباره عن ايه؟ ثلاث زوايا وثلاث ايه؟ اضلاع، تمام. يبقى انا عشان يتوفر عندي حاله التطابق لابد من توافر ثلاث عناصر، ما قلتش لا ثلاث زوايا ولا قلت ثلاث اضلاع. ثلاث عناصر بس بشروط معينه. الحاله انا قلتهم في الاول، كل حاله منهم لها شرط معين عشان تحصل عندي. طيب التمرين اللي بعد كده، يبقى احنا كده عالجنا التوازي، عالجنا التطابق، خلاص كده ندخل بقى على اللي بعد كده. بيقول لي في الشكل المقابل، قدامك شكل اهو، نبص كده للشكل ونشوفه مكتوب ازاي. بيقول لي الخط المستقيم ا واو بيوازي س ص، الخط المستقيم ا واو بيوازي القطعه س ص، وبيوازي القطعه ب ج. طيب و ا س بيساوي س ب، و ا س بيساوي 2 سم، و ا ص بيساوي 3 سم، و ب ج بيساوي 5 سم. دايما احنا في حياتنا بندور، بنقول انا عايز هدف معين، عايز حاجه معينه، انا عايز نحط المثلث ا ب ج، تمام؟ زي ما انا دايما اقول للناس في الفصل، انت عايز تخش كليه الطب، يعني عايز تجيب 99%، تمام؟ 99% بتبدا من النهارده، ان انت لازم تذاكر النهارده ولازم تجتهد و و و الى اخره عشان تجيب المجموع اللي يدخلك كليه الطب. طيب
يبقى انا لما اكون عايز محط المثلث ا ب ج لازم افكر ان انا اوصل لمحط المثلث ا ب ج ازاي واستفاد بالمعطيات اللي عندي، لازم استفيد بيها. اول استفاده انا اعمل لك في الاكمل، لو انت رجعت للاكمل بيقول ايه؟ اذا قطع مستقيم عده مستقيمات متوازيه، يعني انا عندي عده مستقيمات متوازيه وفي قطع قطعها، بس في شرط وكانت الاجزاء المحصوره بينها لهذا القطع، يعني بين المستقيمات ديت لهذا بلها متساوي. فهو قال لي ان ا س بيساوي س ب، زي ما انا بشاور لك بالسهم كده اهو، شايفها اشاره اهي، ا س بيساوي ايه؟ س ب. كل واحد فيهم كام سم؟ 2 سم. يبقى بالتالي ا ص يساوي ص ج بكام؟ ما اعرفش. اللي اذا هو اداني معلومه، ايه المعلومه اللي اداها لي؟ قال لي ان ا ص بيساوي 3، يبقى بالتالي ص ج كمان هيساوي ايه؟ 3 سم. طب هل هو انا برضو عايز اعالج المشكله كلها؟ ربما يجي لك بطريقه مختلفه، ممكن يديني ا ج كله ويطلب مني ا ص، يبقى ص تعتبر منتصف ا ج، فاهمين؟ يعني ممكن يقول لي ا ج مثلا ب 6 سم، يبقى ا ص بكام؟ اقول له ب 3 سم. طب ليه ب 3 سم؟ اقول له لان المفروض ان ا ص يساوي ص ج عشان دي اجزاء متساويه. تمام، نرجع للتمرين بتاعنا. بيقول لي الخط المستقيم ا واو بيوازي الخط المستقيم س ص بيساوي القطعه س ص، وبناء عليه ممكن اقول خط مستقيم برضه يا جماعه لان القطعه جزء من الخط المستقيم، وب ج صح اهوت بيوازي الثلاثه بيوازوا ا س بيساوي س ب، واستنتج ان ا ص بيساوي ايه؟ ص ج. تمام كده؟ انا عايز بقى اجيب ايه؟ محيط المثلث اللي عندي. اعمل ايه هنا؟ اول حاجه بقول هنا ان ايه؟ ان ا ص بيساوي ص ج. نمسك بقى بناء على المعلومه اللي هو عطالي، بيقول لي ا واو بيوازي س ص بيوازي ب ج، الثلاثه بيوازوا بعض، و ا ب اهو زي ما بعمل لك بالسهم اهي بتساوي مين؟ ا ايه؟ و ا ب و ا ج مالهم؟ اسف، قاطعان، القطعه ا ب والقطعه ا ج قاطعان لهم، قاطعان للثلاثه دول. تمام؟ وعندي ا س بيساوي س ب بيساوي 2 سم، يبقى استنتج ان ا ص بيساوي ايه؟ ص ج بيساوي 3 سم. اصبح المحط المثلث مكتمل عندي اهو كل الاجزاء، ا س ب 2 و س ب ب 2 و ا ص ب 3 و ص ج ب 3 و ب ج ب 5. انا كنت ممكن اقول لك 4 زائد 6 زائد 5 هيساوي كام؟ هنا 15 وخلاص، بس لازم اوضح لك النقطه. بص بقى التمرين ده بالذات، انا عايز افيدك، اتمنى ان انا افيدك. التمرين ده يا جماعه من اسهل التمارين اللي ممكن تتحل في الامتحان اخر السنه، اسهل تمرين ممكن تحله اخر السنه. ده اذا ما كنتش فاهم فبقول لك عشان تجيب درجات، واجب علينا ان احنا نساعدك عشان تنجح. بيقول لك في الشكل المقابل، انت كل اللي عليك انك هتكتب الجمله الاولانيه زي ما هي مكتوبه، ا واو بوازي س ص بوازي ب ج، بس انت كل اللي لازم تعرفه ان ا ب و ا ج قطعان. والطالب قال لي يا مستر انا نسيت اكتبها وبتاع، اقول له ماشي مش مشكله. الجمله اللي بعد كده ا س بيساوي س ب بيساوي 2 ص، انا جبت حاجه من عندي دلوقتي؟ انا ما جبتش حاجه من عندي، ده كل اللي موجود انا نقله، ما كتبتش حاجه، يعني ممكن قمت كاتب كلمه الحل مكان كلمه في الشكل المقابل، وقمت ناقل السطرين دول زي ما هم، والسطر اللي بعد منه كلمه واحده بس اللي انا زودته ان ا ص بيساوي ايه؟ ص ج. تمام، بس ما فيش اكتر من كده، بس لازم اكون عارف ان محط المثلث بيساوي ايه؟ محط المثلث بيساوي مجموع اطوال اضلاع الثلاثه. تمام؟ يبقى بالتالي هجمع ا ب زائد ا ج زائد ب ج هيساوي 15 سم. في حد مش فاهم؟ تمام، دي من اسهل التمارين اللي انت ممكن تجي لك في الامتحان. بعد كده عندنا تمرين ثالث، اخر تمرين عندنا اللي هو ده. بيقول في الشكل المقابل الخط المستقيم ا ب تقاطع الخط المستقيم ج د بيساوي النقطه م، وعندي م شعاع م س تقاطع اهو الخط المستقيم ج د او م س شعاع م س عمود على ج د. تمام، و م ص يوصف زاويه ا م د وقياس كذا. احنا عايزين بالخطوات قياس زاويه ا م ج، عايزين نجيب قياس زاويه ا م ج. حل هنا عندي ا ب تقاطع ج د بيساوي النقطه م، و م س عمودي على م ج
تمام؟ يبقى عندي هنا المفروض ان زاويه قياس زاويه س م ج كام درجه؟ 90 درجه. طبعا حل بقى التمرين مع بعض. بيقول لي ا الخط المستقيم ا ب تقاطع الخط المستقيم ج د بيساوي نقطه م، وعندي م س عمود على ج د، هستفيد ان قياس زاويه ج م س بتساوي 90 درجه. عندي قياس زاويه س م ب 40 درجه. انا عايز بقى اجيب قياس زاويه ا م ج د، يبقى هقول 180 ناقص 90 زائد 40 هتديني 50 درجه. قياس زاويه ا م ج هتساوي قياس زاويه ب م د. ليه؟ بالتقابل بالراس. انا قلت الكلام ده في الاول لما قلت ان الخط المستقيم ا ب تقاطع ج د بيساوي نقطه م، يبقى الزاويه دي هتساوي دي بالتقابل بالراس 50. قياس زاويه ا م د كلها على بعضها هتساوي 180 ناقص 50 هتساوي 130 درجه. وعندي م ص بينصب زاويه ا م د هقسم 130 على 2 يبقى 65 درجه. تقريبا كده احنا عالجنا كل الهندسه اللي عندك، بدايه من الزاويتين المتتمتين والمتكملتين ومجموع قياسات الزاويه المتجمعه والنقطه بالترتيب والتطابق والتوازي. خلاص، ونشكركم على حسن المتابعه والسلام.